3 2 1 and action. هاي كيفكم؟ نحن اليوم رجعنا ب Behind the Remix. خلينا نشوف شو الترنيمة اللي بدنا نشتغل عليها. هلا اول آلة بدي زيدها يلي هي مثل العاده الدرمز حلعبهم على اللانش باد. وهلا زدت بعد كذا لاير درمز زياده، خلينا نسمعهم سوا. هلا حنزيد البيس بطريقه جديده، حاستعمل شيء اسمه التشوب تول، يعني حدق نوت طويله انا على الكيبورد ومن البروجرام حقدر اقطش النوت ليصيروا كذا نوت قصار. هلا على البيس والدرامز واكيد الترنيمة الاساسية حزيد شي اسمه كوردز او اكوريت تيعطوا غنى على الترنيمة. خلينا نسمع. وهلا خلينا نزيد الفينيشينج تاتشز مع كام افكت. وهلا خلينا نسمع الفاينل ريزلت على الكنترولر اكيد مع كم افيه زياده. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا وتعلمتوا أشياء جديدة معنا. و stay tuned be behind the remix and cut.